السويد التشيلي المنتخب السويدي المتأهل لمونديال روسيا 2018 العائد من جديد إلى أجواء و... المونديال بينما منتخب الأروخا بطل كوبا امريكا 2015 و 2016 هو سيمارر منتخب الشيلي بالرسوم التصوير امام منتخب قصير بالكامل كوره داخل منطقه راسيه الطياره الراسيه من تريبونين يطلع الكروس من يطلع فيدال بضربه راسيه من الكينج فيدال لاعب بايرن ميونخ صاحب الخبره ارثور فيدال مارسيلو سالاس وايام سامرانو لم يتالق المنتخب الشيلي الهجوم للمنتخب الشيلي ضربه كدفاعات السويد كوره داخل المنطقه سانشيز يلعب كوره النهائي ومرافيا تبعت كوره فيدال سانتور الكانج سانشيز الكانج يعلن عن سانشيز يلعب كوره النهائي ومرافيا تبعت كوره فيدال سانتور الكانج سانشيز الكانج يعلن عن يطلع الهوى يطلع سدد والثاني والثاني ولكن فيه سافرة يطلع الهوى يطلع سدد والثاني والثاني ولكن فيه سافرة إيميل فورسبيرج بعيدة بعيدة فورسبيرج هذه هجمة سريعة يقودها سجل 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 يا سريع خطيرة مانا انخيغا اثنين مرافيا يسدد كورة لام المنتخب السويدي يرد بسرعة البرق يرجع للمباراة وكأن المنتخب السويدي كيف انتظار استفزاز حقيقي من منتخب لاعب سجل وضربة مرمى للمنتخب الشيلي الحضور في كأس القارات في الصيف الماضي واتجاه المرمى إلى ضربة مرمى ضربة كرة داخل منطقة محاولة خطيرة لبعد أربعات من بوسيجور والحكم يبدو يحتسب خطا فلق بوسيجور بوسيجور يسدد والحارس ممتاز لك فايز الهجوم للمنتخب الشيلي كرة كاستيو انتهت عند الحارس نورفيت كاستيو يلعب كرة لكاستيو ترجع لسانشيز هيا 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 ولكن في المرمى والهدف يأتي الهدف كاستيو يلعب كرة لكاستيو ترجع لسانشيز هيا 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 ولكن في المرمى والهدف يأتي الهدف